موسيقية قوية، موسيقية قوية، والجماهير قوية، والجماهير قوية، والشغيلة قوية، والشغيلة قوية، وبيها لازم عادي، وبيها لازم عادي. ردا على التوقيفات تاع الصوفية في حقنا كأساتذة وأستاذات وأطر دعم موقوفين تاع السفان، نخوض هذا المعتصم الإنذاري أمام مقر الأكاديمية هنا بمراكش، ردا لا على التوقيفات تاع الصوفية ولا كذلك على الإجراءات الانتقامية التي رافقت هذه التوقيفات الفاقدة للشرعية من توزيع لعقوبات فاقدة للشرعية، وكذلك محاولة إحالة مجموعة من الأساتذة وأستاذة أطر الدعم على أنظار المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية. وتأتي هذه التوقيفات تاع الصوفية الفاقدة للشرعية في إطار محاولة وزارة التربية الوطنية كبح نضالات الشغيلة التعليمية بعدما فشلت وزارة التربية الوطنية فشلا ذريعا في احتواء الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي، من خلال عدم استجابة لمجموعة من مطالب نساء ورجال التعليم واستمرار الاحتجاجات التي خاضها نساء ورجال التعليم كاحتجاجات عادلة ومشروعة اعترفت بعدالة ومشروعيتها وزارة التربية الوطنية نفسها، من خلال التعديلات الشكلية على مستوى النظام الأساسي، وكذلك الاستجابة لبعض المطالب الجزئية وليس كلها، بحيث أنه بعد فشل وزارة التربية الوطنية عملت على إيقاف مجموعة من النساء ورجال التعليم توقيفات انتقامية فاقدة للشرعية مجانبة للصواب ومجانبة لكل أمور قانونية الجارية بالعمل. ومن عجائب الصدف المضحكة هو على أن وزارة التربية الوطنية حتى توقيفاتها التي عملت على إصدارها قامت بخرقها، بحيث على مستوى التوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية، هذه التوقيفات الفاقدة للشرعية تنص على أنه نحن تم توقيفنا في انتظار إحالتنا على أنظار المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية، لتفاجأ مجموعة من الأساتذة والأستاذات بمعاقبة بعقوبات تعسفية فاقدة للشرعية دون الإحالة على هذه المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية. وبالرجوع إلى التهم الملفقة لنا على مستوى هذه التوقيفات التعسفية، هي تهم كلها باطلة وليس لوزارة التربية الوطنية أدلة ملموسة عليها، بل أكثر من ذلك والمضحك في الأمر هو على أن وزارة التربية الوطنية عملت على توقيف أساتذة ليس لديهم أقسام، هم في وضعية الفائض، وتم اتهامهم بأنهم قاموا بإضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات. كيف يمكن أن نتكلم عن إضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات غير موجودين في الأصل، بحيث على أن هؤلاء الأساتذة هم في وضعية فائض؟ هذا جانب من بين الجوانب التي تؤكد زيف وصورية هذه التوقيفات التعسفية وأنها استهدافات للنساء ورجال التعليم. كذلك زملاءنا أطر الدعم الذين ليست لديهم مهمة التدريس هم الآخرين تم اتهامهم بأنهم حرموا التلاميذ من حقهم التمدرس، في حين على أن الزملاء أطر الدعم ليست لهم مهمة التدريس. كل هذه الأمور وغيرها تبين على أن إدارة الأكاديميات وبإعازة من طرف وزارة التربية الوطنية قاموا بتلفيق تهامين واهية، وكدليل مادي يؤكد على أن هذه التهم واهية وغير موجودة في الأصل هو عدم موافقة إدارة الأكاديميات على أخذ التظلمات التي قام بها الأساتذة والأستاذات، بحيث أنه تم إعطاء أوامر مثلا على مستوى إدارة الأكاديمية بمراكش الأسفي، تم إعطاء أمر بعدم أخذ تظلمات من لدون الأساتذة وأستاذ أطر الدعم الذين تم توقيفهم تعسفا. هذا دليل على أن إدارة الأكاديمية قامت بتوقيفهم تعسفا وهي عاجزة عن الجواب على التظلمات، لأنها تؤكد على أن هؤلاء الأساتذة تم العمل على توقيفهم بشكل تعسفي. إذا لكل هذه الأمور نخوض هذا الاعتصام الإنذاري الذي نحذر من خلاله لا وزارة التربية الوطنية ولا أكاديمية الجوية للتربية والتكوين، وعلى أننا نؤكد كذلك على أننا رافضين لهذه التوقيفات التعسفية ورافضين لجميع الإجراءات الانتقامية، وعلى أننا مواصلين لضرب النضال، وعلى أن هذه الإجراءات لن تعمل على إيقاف حركتنا النضالية العادلة والمشروعة.